السلام عليكم. قبل ما نتكلم كنشكر جائدة أشواق على مساندتها لأي مظلوم، وقوفها دائما بجانب المظلوم وحقوق المظلوم. الموضوع هو أني سائق مهني، الاسم ديالي هشام هناوة. تم الطرد ديالي نهار 7/5 من المهنة اللي كنت كنزاولها، ومن السيارة اللي كنت كنطاطي فيها، من كنت كنستعمل السياقة ديالها من نهار 17/1/2012 بسبب سؤالي عن الدعم. انا باقي ما طلبتوش على الدعم، غير سولتو واش الدعم خادوني ما خادوش. تم الطرد ديالي في هذيك الوقت. انتجت المكتب التنقيط اللي كان جواب ديالو هو ما عندي ما ندير لك، وطرد تعسفي، وعندي الشهود على الكلام اللي كنقول. وفيت مني، ما غنطولش في هذا المنبر هذا، لاني فيت مني بنت منابع اعلاميه وشرحت الموضوع كامل. انا عندي سؤال، دقيت جميع البيبان، دقيت باب الباشا ديال المدينه، دقيت باب رئيس قسم اقتصاد، مشيت عند مدير النقل والماء، مدير الماء والتجهيز، دقيت جميع البيبان اللي انا عرفتها بدون جدوى. عطيت سؤال في المنابع الاعلاميه السابقه اللي تكلمت فيها للساده وزير الداخليه ووزير النقل ورئيس حكومه، شكون المسؤول على هذا الدعم؟ حتى واحد ما جاوبني. واش حيت انا مواطن بسيط؟ وحيت انا لا حول ولا قوة لي؟ واش غير كيتفكرونا غير في الانتخابات؟ اخي مواطن، اختي مواطنة، واش كنولو مواطنين حنا غير في الانتخابات؟ كيف الانتخابات ما كيبقى عندنا قيمة؟ انا باغي غير نسأل، لمن غنطرح السؤال هاد الدعم ديال من؟ ولمن غنطرح هاد السؤال ديال الطرد التعسفي؟ اشنو السبب ديالو؟ اشنو درت؟ واش هاد السائق المهني كاين اللي كيحميه ولا ما كاينش؟ غتقولوا لي النقابات؟ غنقول لك النقابات اغلبيتها كدافع على مول الشكارة. واش في اخباركم جديده وصفها وسيطه خياليه؟ شكون اللي نقصونينا من الدعم؟ ماشي مشكل، كون نقصونينا من وسيطه ماشي مشكل ياخذوا الدعم. وهما طامعين في كل شيء. انا بغيت نسول سؤال، هاد الدعم هذا لمن؟ واش السائق ولا اللي هو؟ حيت السائق وخاصه في الصيف الثاني، السائق هو اللي كيأدي فاتوره الغازوال من الجيب ديالو، يعني هاد الزياده اللي تزاد هنا. وإلا سولتوا أي سائق دابا ديال سيارة الأجرة الصيف الثاني وقفتوه وسولتوه، غتقول لي شحال زاد عليكم في البيت؟ غيقول لكم على الأقل، على الأقل زادت علينا 100 درهم. يعني هذاك الدعم كاع اللي جانا من عند الدولة غير كافي لك الزيادة اللي تزادت علينا. إلا ضربتوا 100 درهم في 15 يوم 30,000 ريال، هما يلاه عطاونا 16 ريال وما خدناهاش، عطاوها للمستغل. باش تعرف حتى الحكومة ما كيهمهاش الإنسان البسيط. هي باغا تزيد من الشكارة تشبعو، شبعان وباغا تزيد تشبعو. انا غير بغيت نسول سؤال باقي كنسولو، ومن خلال هذا المنبر كنوجه سؤالي او طلبي او رجائي الناس البرلمانيين اللي كيمثلوا مدينه جديده بمجلس النواب، ما كرهتهمش يطرحوا السؤال في مجلس النواب. هذاك الدعم لمن؟ هو الشخص اللي كيتخاد ليه فلوسه من جيبو، ولا الشخص اللي ناقص وكياخذ وسيطه؟ انا دقيت جميع البيبان، لقيتهم مسدوده. علاش؟ لاني واقفين في ضدي. مشيت مكتب التنقيط، واحد النقطه بعد على مكتب التنقيط عندنا هنا مدينه جديده، ملي كيجي شي مستغل وكيشكي بالسائق كيعيطوا للسائق وكينحصوه وكيصبنوه كيرجعوه شويطه. علاش؟ حيت هذاك مستغل الجيب عامر. ملي كيمشي السائق عندهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما عنده جواب، وما يمكنش يهضر معاهم. يهضر معاهم يلفقوا ليه منتف، حيت انا كنسبق لي يطلق لي منتيف لاني تكلمت على النقابات. ملي تكلمت على النقابات لفقوا لي قضيه بالشهود، بكل شيء جابوا الشهود، جابوا كل شيء، كل شيء مفبرك. اقسم بالله العظيم وحنا دابا في يوم جمعه والوقفه دابا، هذا الكلام اللي كنقول يا ما حاضرش وطلق قضيته هما، وكنت غادي للسجن، كنت غندخل فيها السجن، وبقيت عامين ونص وانا كندوز صلاح مؤقت، وفي الاخر تحكمت بسورسي وغرامه ماليه. علاش؟ لاني انتقدت العمل النقابي. انا كنقولها، اغلبيه النقابات اللي كيمثلوا الصنف الثاني في مدينه جديده نقابات ديال الشكاره، نقابات كيدافعوا على الشكاره، والسائق الى حلف امه يمشي للحبس صافي بدون. انا دابا اللي بغيت نسول، علاش انا
بنت ثلاثه منابع اعلاميه، وهذا هو المنبر الرابع، وكنقدم ليه الشكر من هنا من جريده اشواق. علاش المسؤول ما جاوبني؟ علاش ملي كيجي واحد كيشكي بصائق كيعيطوا لي جميع المصالح، اجي تماك مع هذا انا تقي جميع المصالح، مشيت عند مكتب التنقيب، مشيت للمداومه باش نقول لهم اكل عليا الطاكسي وانا باقي بوانتي في وقتي، مشيت للمكتب ديال الباشا، مشيت عند رئيس قسم الاقتصاد، مشيت عند مدير الديوان، مشيت عند المندوبيه ديال الماء والتجهيز، مشيت جميع هادي، ما عرفتش ما بقيتش عرفت عند من غنمشي. وهذا ومع العلم ان ذاك الدعم ما عطاش لنا شي واحد من جيبو، عطاني لنا سيدنا الله ينصو، سيدنا الله ينصو عطاه للناس اللي تزادت عليهم. هذا بغلاء الاسعار، غلاء هادي، هذا الشيء واش بغيتو يدير؟ مع العلم ان بعض المدن هادي ما تسمعش، بعض المدن بداو كينتاحوا، بعض السائقين انتاحوا، كاين اللي قطع المسار الحياه ديالو بهذا السبب الضغط اللي كاين على السائق. وتا واحد ما كيتسوق السائق، واش السائق ماشي مواطن؟ ها واش كيحتاجونا غير في الانتخابات؟ وكنعاود نكررها، اخي مواطن اختي مواطنه، كنسمعوها في الانتخابات، اما ملي كيفوت الانتخابات ما كنبقاوش نسمعوا والو. انا بغيت غير نعرف واش انا ظالم ولا مظلوم؟ كتظالم ادبوني، كتمظلوم عطوني حقي. دابا هو هكا في طوموبيلتو كيتعنت في المدينه وكيقول لك الباب المخيه دق فيه، ما عندك ما تصور، انت بنتي في ثلاثه منابع، اش صورتي؟ دابا داز قدامي بالسياره وقال لي يلاه دق، اش غتصور مني؟ علاش؟ لانه كيتعنى بالنقابات اللي كيدافعوا على الشكاره، كيتعنى بهذوك النقابات اللي قالوا لي ما تخافش منه، حنا معاك، حنا فين؟ دابا انا كنسول المسؤولين اش بغاوني ندير؟ واش بغاوني انا ندير حد لحياتي باش يبقاو هما على خاطرهم؟ انا دابا 20 يوم انا باك ما خدامش، عندي اسره، مريض بثلاثه امراض خطيره، والناس اغلبيه السائقين معايا في القطار المدينه عارفيني باش مريض، عندي كراء، عندي مسؤوليه، عندي بنت، اش بغاوني ندير؟ اش بغاوني ندير هاد الناس؟ ومع العلم ان كيحابوني النقابات ديال صحاب الشكاره، كيحابوني حتى في الرزق ديالي، دابا الطاكسي اللي كنبغي نطلع ليه كيحابوني فيه، باش ما نطلعش، باش ما نخدمش، باش نطاطي راس، وانا غادي اقسم بالله العظيم لا طاطيت راس. انا كنخاف من واحد وهو الله عز وجل، وكنآمن بواحد وهو الله عز وجل، الرازق هو الله. رساله الاخيره ديالي وهي الناس اللي كيمثلوا مدينة جديدة في قبة البرلمان، كنرجوكم وكنطلبكم باش تاخذوا الموضوع ديالي بجدية وتكلموا عليه في قبة البرلمان، ومشي الموضوع ديالي، الموضوع ديال عدة سائقين، غير كاين اللي تجرع أنه يتكلم، وكاين اللي ما قدرش، خايف اللي وقع ليه كما وقع ليا. وباش نختم هذا الموضوع، كنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي بنت فيها، وكنشكر حتى هاد أشواق على وقوفهم دائما مع المظلوم، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.